لا شيء يرعب بالأمور الجميلة سوى الرغبة في التعبير عنها أو في توصيفها. إن ذكرت حرفيا بهتت، وإن صورت مجازيا قصر المجاز في حقها، فلا هي التي أنصفت. ذهب يا أبو عمر، ذهب يا أبو عمر، هذا الرقم 24، حطه بجنب قيراط قيراط. ذهب النصر الأصلي، قائد النصر وكابتن الفريق هو يسار، لكنها ذراعهم اليمين. الله على حسين، ذهبي ذهبي للاعب الذهبي. ذهب يا ابو عمر هو الرقم 24، واكتبوا جنب قيراط قيراط. ابا عمر، من اين يبدا وصف النجاح تحديدا؟ عند اي العتبات نقف، ومن اي النقاط ننطلق؟ وهل علينا ان نصل في حروفنا الى النهايه، أم أن أمثالك لا نهايات لهم ولا حرف للحق يفيهم؟ للحق يفيهم، لكن لا بد أن نحاول، فحق الإبداع علينا أن يذكر وأن يسطر وأن يتباهى به. ولنبدأ من الرقم 24. اخترته رقما وهو رمز، رمز لأربع وعشرين ساعة يتشكل منها يوم كامل، فكنت كاليوم الكامل. فجر يسوق مع بزوغه الأمل، فوجودك باشرة نصر وثقل على الجانب الأيسر، يعيد التوازن للجهات بأكملها. نهار يتفتح بين ثناياه الخير، فما أن تصبح هنا حتى تساق عزيمة الفوز سوقا ويعلو سقف المعنويات. عصر تأتي معه السكينة، تهدأ بقدومه النفوس ويستكين بين جنباته العابرون. ثم غروب يتغشاه الشفق، ينضح بالجمال يسر الناظرين بتداخل ألوانه. متعة ورؤيتك على أرض الملعب لا تضاهيها متعة. ثم ليل مهيب، طال أو قصر فإن له عشاقه وله أعداؤه، وله من لا يرون في هذا الكون راحة إلا حين يأتي. حسين، كمحور لتلك الكرة دارت حولك خلال 24 ساعة، فتناثر حولنا الجمال بكل أشكاله، فلم نلم بمحبته، وليس أمامنا سوى التغني به وبكل ما يهبنا من روائع تمرنا خالدة ونمرها عابرون. أبا عمر، أتظن أن للناس العيش دون يومهم؟ وهل ترى النصر يحيا دون يومه؟ أتظن أن للنصر عمر إن فارقه الليل والنهار؟ أيعقل أن ترى نصرا دون محوره؟ أبا عمر، قدمت حياة لهذه الكرة من حياتك، وهبتها محورا جعل لحركتها أبعادا وألوانا منذ خطواتك الأولى، وأنت ترسم لها سبل النصر وتخط أمجادا ملونة صفراء زرقاء وحتى خضراء. ألم أقل لك منذ البداية أنك كاليوم الكامل، والأيام الكاملة لا تأتي دون ألوان، والأيام الكاملة لا تأتي دون ألوان. تركيش ديد كرة. يا هلا بك ولا تطر الوداع، عيش معي لحظة
عمري